أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله تفلحوا. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيت ما دستما دصلي القرآن نسول فما سن لا إله إلا الله مكنا بأن يخص الإنسان أفلس يسن كل شيء. هن أغرس الفوز أغرس الجنت تقات ميت تقات لا إله إلا الله وكان يتوجب فلاد نحن كوني يوجب فلاد نحن ربي سبحانه وتعالى أفلس نسن كل شيء. أرام بدو إن شاء الله عز وجل رنيني ما يقال المعنى لا إله إلا الله أشكو فعلا ناكرن لأجوبة وكان ناتو أتي ميت ورأتها وكان ما يقال المعنى لا إله إلا الله. المعنى لا إله إلا الله اللي فهمن فهمن المشركون سند المشركون لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهم ما قال معنى لا إله إلا الله. والله تفهمنا غنفتنا أفنان أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لعس نقول لا إله إلا الله غنفنا قال أجعل الآلهة إله واحدة. إذن كل غاية يدل بأن السن ما قال معنى لا إله إلا الله. وكان لي ان كان البعض يمدن درح نكوني هي مسلم يعني وتسن معنى لا اله الا الله اشكون ميت ما قلتي السن وراني يقع الشرك وراني يقع الشرك انا في نسبين بان ورسل معنى انت اشكون تني لا اله الا الله ارت قالت ربي وحق تعمار الدين وحق سيدنا جبريل وحق الكعبه وحق كذا وحق ها هذا هو كل ميت يشترك بالله. اذا نسن قال معنى لا لا اله الا الله وتسنت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمس كما في صحيح مسلم لكن من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. صر من قال واللات نقول أقول واللات والعزى تقلن يعني نقول صغير ربي تبارك وتعالى يخسيني باش يكفر في الدنيا بنسى يخسيني ميت لا إله إلا الله. علاش ينقد ستة يعني ينقد ست يخصص دعي جديد أيني لا إلا ودي قوان الرسول صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزة يعني من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. إذا ما قلنا المعنى لا إله إلا الله ما قلنا المعنى أنس المعنى أنس تقلت لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. ولكن يعني ما قلنا الجواب اللي قلنا أخسر يقول لا معبود حق إلا الله. كنا يقدر كنا يسقسى ما ديتك حق ما ديتك رنسبين ما ديتك حق رنسبين. وكان الدليل نختار قول ربي سبحانه وتعالى لحين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ها اخترت قميت انت تقن الدليل بان المعنى اصحان لا اله الا الله تقت لا معبود حق الا الله. خش يعني انسبين يجلس نسات لي الا متنين لا معبود وحدت ورد في حق الا الله لا خالق الا الله لا موجود إلا الله لا رب إلا الله كل غيد قن أجوبة خاطئة ولتكش محمس المعنى لا إله إلا الله. أوه. ها طيب لا إله أشكر العلماء التنين لا تقتل النافية للجنس تقتل النافية للجنسي لا وكان لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها تسكر العمل إن إنما تسكر حمد دار العمل اللغة العربية إن الأخوات نس ما تسكر اثنين تنصب الاسم وترفع الخبر
يعني اذا داس ليسمنس داس ميت الخبر نس. كل الخيره دي خصنا نحاول باش تنسم ادورني على الخيره دي يقصحها ولا يشقها ولا يصعب. اوه كل الخيره دي كسهل تنسبين تنيسر بانه سبحانه وتعالى وبتوفيق من عز وجل. اذا اللي حتسكر لا لا النافية الجنسية تسكر العمل إنا إذا لا اختدى نعد النافية الجنسية تنت داس ليسمنس داس الخبرنس مزيان. وكان العرب ارتحدث غالبا الخبر لا النافية الجنسية تحت الكونينيت أريد تكوني حمس أول نح العام يرسن سوى الكوني استعربت ولا كذا هذا أرتوان تحدى في إسكور داني والأخبار من تسكر ولا من ولا من تيني أرتوكان تحدفت تنكوني يقول مثلا حسني تكنينان من كانت جيد ركتني لا بس ها لا بس هذه اللان لا بأس هذه انت تاغل انت تاغل مثلا الخبر تحدف لا ضير تحدف. إذا العرب أرتحدف غالبا الخبر لا النافي الجنسي وكن أرتقدرن بما يناسب المقام تقدر سكال ديال التقدير اللي يناسب المقام ياش لي فن لي فن فن جماعه ماشي التود اي تقيو. طيب وكان منزلي سمنا لا ذاتنا لا اله اتنا اله اتنا لا اله هن اله تقى اسم ان مبني الى اخره. طيب مازال خبر انت مش كنا اللي تغاقتي الخبر قالت الله هو غلط اش كل خبر لا نافي للجنسي يخصيك نكره الاسم تنتج تلقى نكره والاخره دي خصنا نحاول نفهم واخا ورا حسيتك شمح ولكن توتي الوقت يعني ما غنفهم ان شاء الله عز وجل. لا النكره تقضي المعرفه ها تدش المعرفه النكرة مش تقدر تقول شيء غير المعين كالاسم كالكلمة وتقى يعني وتس تعين تكرى مثلا رجل مثلا امرأة مثلا طفل قلم كتاب ما الكتاب أي كتاب من رجل أي رجل من طفل أي طفل فالقضية ساعة أي ساعة تلفزة أي تلفزة كاميرا أي كاميرا يعني الكاميرا التلفزة الساعة زيت الألف أنو اللام هذه أصبح إيجاميتيكا معرفة. طيب إذا الخبر لا أريد تقاميت أريد تقاميت المعرفة الله إيجا أعرف المعارف يجلسنا السيبوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه أعرف المعارف قلت الله. إذا أريد الخبر من هذا الخبر الخبر إيجا محذوف يقدر بحق تقدير لا إله حق إلا الله حق جنمت الخبر أما الله تكبدل فهم. إذن هيا نسبين بأن الحق ما لديك أنت تصلا تلاغين تبتغي لا. وكان شوف المشركون لمتن الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله المعنى اللي سنح كله سنت غانفرنا ستينين ورنا ستينين سن المعنات غادي كل سنه سنت لا اله حق الا الله يعني لا معبود حق الا الله يعني يا نستحق ان يعبد يعني يستحق العباده قالت الله سبحانه وتعالى غنى فنان اجعل الالهه الها واحده ها اش كنت اثنين عبد الله انا تقول له الالهه جلسنا ساعه اللي فراغ الى الهتهم ضرب باسم ماس الالهه ولكن الالهه هاد اش تعبد الحق ولا الباطل تعبد الباطل ما تعبد الحق ربي سبحانه وتعالى وحده لا شريك له مزيان. اذا نعود أنني بأن لا إله إلا الله المعنى سمتي قال لا معبود حق أو بحق بحال إلا الله القضية إوا أنا نج غلي غمان
اشكون انتقل كنسبين مزيان المعنانس ياك وكنسبين الاركانز نسبين دحين ان شاء الله تبارك وتعالى الشروط نسبين دي ان شاء الله تبارك وتعالى النواقض باش الانسان ايك على بينه من امره يخصان حقق المسائل باش ميت ادور نقو حماس الشرك نزيد حماس التوحيد ربي سبحانه وتعالى نضرب ربي عشق شم سرحمتنا إيقاح الزغاء الموحدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.